طيب السايد بار بيتكون من ايه؟ السايد بار همسح طبعا كل ده، بيتكون من عنوان رئيسي اسمه H2، هنكتب فيه مثلا اخر التدوينة، هيتكرر العنوان ده بالإضافة إلى قائمة UL Unordered List بالشكل ده، فيها أكتر من عنصر، href هنعمل هاش كرابط افتراضي، ونضيف هنا مثلا التدوينة الأولى ونكررها أكتر من مرة بالشكل ده كده. أنا بقى عندي الفوتر ظاهر كده، آخر التدوينات، التدوينة الأولى، التدوينة التانية كده. طيب أنا آخر التدوينات ديت هيبقى لها خلفية اللي هي الجزء ده، فأنا هقطع الجزء ده. أول حاجة هاجي على اللي هو السايد بار، اللي هي السايد بار ده، هفتح السايد بار وهخفي اخر التدوينات الاولى ديت، واخد الجزء ده كده كوبي، هخفي برضو التدوينه الاولى بالشكل ده، هاخد دي كنترول شيفت سي كنترول ان كنترول في، واعمل لها سيف فور ويب واسميها مثلا سايد بار. احنا H2 اللي هي اخر التدوينات هنعملها لوحدها كده، هنيجي هنا في السايد بار هنعمل H2 او نعمل سايد بار، بحيث يبقى السايد بار H2، اي H2 تاني ما ياخدش نفس الخصائص دي. هنعمل له باك جراوند، عايزين الباك جراوند اللي احنا حفظناها حاليا اللي هي ديت 298 × 56، ونعمل لها نو ريبيت، ونعمل لها الويتس بتاعها 298 × 56 الهايت بتاعها. لو شفنا عندنا عملنا الفلاش كده هنلاحظ اللي هي ظهرت لنا بالشكل ده. إيه باقي بس اللي هو ازاي نخلي اخر التدوينات تظهر هنا في احنا كنا عاملينها، هنشوفها زي التصميم بتاعنا. عايزين اخر التدوينات وزي الصفحات مثلا تظهر في المنتصف اللي هو بالشكل ده. هنديلها الاول color ونعمل الكلر بتاعها FFF اللي هو هيبقى وايت، وممكن نعمل التكست الاين بتاعها نعمله في السنتر، ظهرت عندي بالشكل ده. هعمل لها بادنج توب 2 بكسل 3 بكسل مثلا، ظهرت كده. انا عملت البادنج توب ب3 بكسل، يبقى قلل التلاتة ديت من طول، يبقى 53، ظهر عندي بالشكل ده اخر التلونات. طبعا لو انا عايز اغير نوع الخط الحاجات ديت بسيطة جدا. إيه طيب بقى عندي هشيل بقى الباك جراوند، ما عادش محتاجة، هنحط حد باك جراوند للسايد بار كله، هشيل الباك جراوند بتاع السايد بار ويظهر لي هنا التلوينة الاولى التلوينة التانية، مش محتاجة انا. الاول اليو ال ديت هديلها اي دي كلاس معين، مثلا هسميها مثلا اي اسم مثلا اللي هو سايد، واجي هنا في السايد بار عندي الكلاس اللي هو سايد، هدي لها خصائص معينه، وسايد ال اي برضو لها خصائص معينه، وسايد ال اي اي لها خصائص معينه، وسايد ال اي اي هوفر اللي هي تاثير الهوفر. اول حاجه في سايد ال اي هعمل لها فلوت، هنعملها نهايه الرايت. لو لاحظنا بعد كده هنعمل لها مارجن رايت
نعمله مثلا 80 بكسل، نتحرك بالشكل ده، نقلله شوية نعمله 70 بكسل، هيبقى بالشكل ده. الليست مش عايزينها طبعا، هنختار ليست ستايل، هنعمله نان، هتبقى بالشكل ده. هنغير نوع الخط من خلال الايه اللي هو الخاص بالرابط، هنعمله ديسبلاي بلوك، ونعمل لها فونت نعمله بولد 9 بي تي تهومة، لو لاحظنا بقت بالشكل ده. هنشيل التكست ديكوريشن اللي هو الخط اللي تحتها، نعمله نان كده، ما عادش في خط تحتها بالشكل ده. هنعمل لها بوردر بوتوم، نعمله مثلا 1 بيكسل دوتد، طبعا حسب ما انت عايز، انا مثلا هعمله انا دوتد مخطط، يعني تختار النوع اللي انت عايزه والشكل اللي انت عايزه، هيبقى بالشكل ده. احدد لها ويتس، اعمله مثلا 150 بكسل، هيبقى كده. ازوده برضو 200، كده. في نقطة انا لو لاحظت الخط جاي ناحية اليمين، انا هاجي على البادي واضيف هنا تكست الاين، يبقى اي خط بكتبه من الرايت ناحية الرايت. لو عملنا ريفرش هنلاحظ ان الخطوط كلها، ده بقت ناحية اليمين، ده بقى ناحية اليمين، كله بقى ناحية اليمين، بقت كده. طيب انا لاحظت دي متداخلة شوية، فهعمل لها بادنج في السايد ال اي اي، هعمل لها بادنج 5 بكسل من جميع النواحي بالشكل ده. طيب على السايد ذات نفسها، لو عملت لها مارجن توب، المارجن توب لو عملته 10 بكسل، هنلاحظ ان هي بقت بتبعد عن الجزء العلوي ده 10 بكسل بالشكل ده. طيب انا عايزها تتدخل شوية بحيث تظهر في الجزء ده، فانا هعكس القيمة، هعملها بالسالب، يعني هعمل هنا سالب 10 بكسل، هنلاحظ ان هي بقت تطلع فوق كده. هزودها مثلا كمان 15 بكسل، تبقى 15 بكسل، هنلاحظ اللي هي بقت كده، حسينا اللي هي متداخلة. هنجيبها شوية المارجن رايت، المارجن رايت عاملينه 70، لا هنعمله احنا 60، بقى بالشكل ده. ممكن نقلله برضو شوية، نعمله 50، بقى بالشكل اللي عندنا ده المارجن رايت. طيب انا عندي اللون، عايز اغير اللون بتاع الرابط، اختار الكلر، ناكل مثلا نختار اللون ده، بقى بالشكل ده كده. عندي الهوفر بقى، انا هعمل مثلا الهوفر، اخلي لون الحدود ديت ابيض والخط يتقل معانا يبقى بالاسر. انا هعمل البوردر بوتوم 1 بكسل دوتد، وهضيفها خليها ابيض اف اف، واللون بتاع النص اخليه يتقل معايا يبقى باللون الازرق اللي هو باللون ده. لا لاحظنا اللون بقى بيتغير معايا بالشكل ده. وعندي هنا اخر التدوينه. طيب انا عايز اخر التدوينة دي تبعد شوية عن فوق، هعمل لها مارجن من التوب اللي هو ال H2، هعمل لها مارجن من التوب، هعمل لها 5 بكسل مثلا او 10. هو اصلا هنا هيبقى في الجزء الخاص بالنموذج بتاع البحث، ظهر لي بالشكل ده. طيب انا عايز اكرر دي اكتر من مرة، هاجي على السايد بار واخد الجزء ده،
اكرره مثلا مرة، 2 3 كده، 3 مرات. هنلاحظ اللي هو بيتكرر معايا كده. طيب ايه المشكلة اللي عندي دلوقتي؟ الاول احنا ننظم الشغل بتاعنا اللي هو هنا ديف اي دي سايد بار بينتهي باند سايد بار. في عندنا ديف هنا، ديف ديت لا المفروض اند ديف سايد بار هي الاب، مش هتفرق هي كده ديف. ناخد بس التعليق ده هنطلعه فوق هنا بحيث كده ده جزء السايد بار، الجزء ده بتاع السايد بار، وده بتاع البوست، واللي في الاخر خالص ده بتاع الكونتنت. نضيف له التعليق بتاعه، ننظم العمل بتاعنا. نكتب هنا اند كونتنت بالشكل ده. طيب الخطأ اللي عندنا ده هنشوفه لو لاحظنا في تداخل بينهم. طيب هنراجع على اكواد السي اس اس بتاعتنا. يعني عندنا الباك جراوند، ايوه عندنا الفلوت. احنا عملنا فلوت للقايمة بتاعتنا. طبعا الفلوت ده هيظهر لو قايمة واحدة، لو اكتر من قايمة كلهم بيظهر لهم فلوت ناحية اليمين، فهنشيل الفلوت بتاعنا. واصلا احنا مش محتاجينه لان عملنا التكست الاين من جهة اليمين. فلو شلنا الفلوت هنلاحظ ان هما اترتبوا عندنا، سواء ضفنا 3 ضفنا 4 هيظهر عندنا بالشكل ده. كده نكون طبعا متعة السي اس اس في ان يحصل لك مشكلة وانت بتصمم وانك توصل لحلها بيبقى حلها بسيط جدا. ممكن تجرب اكتر من حاجة لحد ما توصل للحل. كده نكون صممنا السايد بار وانتهينا منه، وبكده نكون خلصنا درسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.